حلقة جديدة من أوضة اللبس. الزمالك بيفوز على الاتحاد السكندري في مباراة مهمة جدا للزمالك. ماتش في بدايته الزمالك أضاع فرصتين كان ممكن ان هم يسهلوا عليه المباراة بشكل كبير جدا، ثم بعد كده طرد رزاق سيسيف في كرة التحام مع طارق حامد بعد رجوع الكابتن إبراهيم نور الدين للفي اي ار، وبعد كده الزمالك بيتسيد الشوط الثاني كله طبعا نظرا للنقص العددي للاعيبه الاتحاد وفرقه الاتحاد، والماتش اصبح مختلف بعد الطرد. ولكن لعيبه الزمالك النهارده كان عندهم اصرار كبير جدا ان هم يفوزوا باللقاء. الهدف الاول من ضربه جزاء زيزو بشجاعه كبيره قدر ان هو يخش ويحطها في وقت صعب جدا، ثم يعزز الفوز في الهدف. والهدف الثاني اوباما من كره عرضيه جميله من امام عاشور، اوباما بيكمل في ال 18 كويس جدا بيلعبها بدماغه 2-0 ليحصد الزمالك ثلاث نقاط مهمين جدا في مشواره على المنافسه على بطوله الدوري. فرقه الاتحاد يعني قدمت مردود طيب، وظروف الماتش كانت صعبه جدا على الكابتن حسام وعلى فريق الاتحاد. الطرد خلى الجيم مختلف واكيد غير له الجيم بلان بتاعه. الاتحاد يعني لو بصينا لعدد النقاط بتاعته هنلاقي ان هو ممكن يكون في موقف صعب، لكن لسه عنده مباراتين مؤجلتين يقدر من خلالهم لو فاز ان هو يكون في مكان كويس. يسعدني ان يكون يعني ضيفي في الفقره الاولى من حلقه النهارده من اوضه اللبس المارشال هشام رشاد عشان نتكلم عن تحليل ماتش الزمالك والاتحاد. مساء الخير يا هشام، منورني. ميدو، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. ماتش النهارده ماتش مهم للزمالك. طبعا ماتش مهم جدا، لان دايما انت خارج من هزيمه، وهزيمه عامله شوك لجماهير نادي الزمالك حتى بعد الفوز النهارده. الناس برده مش مصدقه ان هي مباراه طبيعي ان هي كانت في المتناول تخسرها في صراع الدوري، خاصه الاهلي كان في قطر وهم كانوا عايزين يفرقوا باكبر عدد من النقاط. فالمباراه النهارده كنت تحس ان لعيبه الزمالك مضغوطه في اول الماتش، مشدودين. اول الماتش كان يعني تحس ان اللعيبه باينه من ملامح وشها ان هم عايزين يجيبوا جون بدري، وتحس ان المباراه طولت شويه، خايفين من السيناريو، لان دايما الزمالك معود جماهيره ان المباراه اللي بيتقدم فيها وبيجيب جون بدري بيبتدوا يمسكوا زمام المباراه، والمباراه بتبقى اسهل غير لما الدنيا تتاخر. ده شق. الشق الثاني صعوبه المباراه ان اي مباراه بتبقى قدام كابتن حسام حسن بيبقى ليها طعم ثاني وطابع ثاني، لان عارف ان انت داخل مباراه بعيدا عن النتيجه مباراه شرسه، مباراه لغايه صفاره الحكم انت مش ضامنها، فيها ضغط وفيها التحامات هوائيه وعلى الارض وفيها شغل بدني كبير جدا، وده اللي احنا لاحظناه. ولكن الزمالك النهارده ابتدى المباراه بشكل ذكي، ذكروا كويس جدا نقاط الضعف اللي في فرقه الاتحاد، لان انا جايب لك شويه خطط كده. طب تعالى الاول نتكلم عن تاريخ مواجهه الفريقين. طبعا فرقتين كبار، فرقه الاتحاد فرقه كبيره جدا، فرقه لعب فيها يعني نجوم كبار نادي الاتحاد السكندري. زي ما انت شايف دي كده تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد في الدوري. عدد المواجهات في الدوري 120 مباراه من اصل 155 مواجهه عام، يعني هم لعبوا مع بعض 155، ولكن في الدوري تحديدا 120. الزمالك فاز في 76 مباراه، الاتحاد فاز في 13 مباراه، تعادل في 31 مباراه. اهداف الزمالك 206، اهداف الاتحاد 77. هداف في مواجهات الزمالك والاتحاد كابتن جمال عبد الحميد 7 اهداف، ومن الاتحاد الكابتن ديبا 7 اهداف. اول مباراه غريبه جدا، فوز الزمالك 4 فوز الاتحاد 4-1 يوم 5 ديسمبر سنه 48، اول موسم في الدوري. نتيجه فوز الزمالك 7-0 موسم 62 بالظبط. فطبعا مباراه دايما الزمالك والاتحاد بيبقى فيها موضوع يعني واهداف كتيره وفيها حماس، ودايما بتبقى مباراه ممتعه. طبعا النهارده صاحب الملعب هشام الزمالك باتشيكو بدا كالعاده يعني في معظم اللقاءات بال4-2-3-1. النهارده ادخل عبد الله جمعه على الدفاع كان مجبر يعني عبد الله جمعه لعب باك ليفت، حازم مام باك يمين، اثنين سنتر باكات الونش ومحمود علاء طبعا وحارس مرمى ابو جبل،
على الدايره طارق حامد وامام عاشور ونمره 10 اوباما وناحيه اليمين شيكابالا وناحيه الشمال زيزو وراس حربه بيبدا النهارده بالجزيري اللي في رايي ان هو كان سر تحول الثلث الهجومي في الزمالك يعني بسبب تحركاته المميزه جدا وده الكلام اللي احنا قلناه بعد ماتش المحله ما ينفعش فريق كبير زي فريق الزمالك ما يكونش عنده راس حربه بيتحرك في ظهر الديفنس النهارده انا شايف ان البدايه في اول ربع ساعه كانت جيده جدا حتى قبل الطرد زيزو بيتحرك في ظهر الديفنس كويس جدا الكره اللي بقاله امام عاشور اتحرك في ظهر عمار كويس جدا جزيري الكره اللي اتحرك فيها ورقص صبحي وعملها بالعرض لاوباما وفي راي اوباما كان لازم يتصرف فيها يعني هي صعبه لان هو الكروس معمول واخد وقته محتاجه تحريك رقبه يعني بشكل احسن لكن عمار شالها كويس جدا لكن وجود لعيبه عشان في الثلث الهجومي من الملعب بتحرك في ظهر الديفنس بتخلخل اي دفاع طبعا هي في البدايه لازم نقول ان باتشيكو ذاكر الاتحاد كويس جدا الاتحاد من بدايه الموسم عنده تغييرات كبيره جدا في 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 الديفنس خطه عامه انت بتتكلم ان دايما التشكيل مختلف الاتحاد من اول الموسم ما تقدرش تقول عنده باك رايت ثابت ثلاث مباريات ورا بعض ابتدى بكريم يحيى لعب حتى فوزي الحناوي اللي هو المفروض اشول او زي ما انت شايف ده مثلا خطه منه تتكلم ورا بمروان عطيه وعبد الغني محمد ودانيال لون هتلاقي مثلا بص على التشكيل دي خطه هتلاقي معانا خطه تانية فاهم موضوع تاني هتلاقي خالد منوال اللي هو خالد الغندور بقى بيلعب ورا ومحمود رزق دخل خطه ثالثه فاهم قصدي نفس القصه هتلاقي بص عمار مره بيلعب هنا ومره بيلعب باك رايت هتلاقي مصطفى ابراهيم لعيب ثالث خالص ورا بس عشان ممكن يكون لا بس دي مذاكره من باتشيكو بشكل كويس لا انا قصدي ممكن انا بتكلم على تغيير الخطه بالنسبه للكابتن حسام ممكن يكون الاصابات بتاعه الكورونا وغيابات على لا لا ده كل ده قبل خلي بالك المباريات انا بتكلم في جزئيه ان الاتحاد كان لازم 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 يتعاقد مع ظهير ايمن في الانتقالات اللي فاتت ودي كانت باينه بدليل ان كابتن حسام حسن من اول الدوري بيحاول يدور على باك رايت يحل له القصه دي عنده الناحيه الثانيه مفيش مشكله سيد سالم ومع صابر رحيل لكن عامله له ازمه كبيره جدا حته الباك رايت هو بدا الدوري بتاع كريم ممدوح وينج باك ناحيه اليمين صح لا ولعب شويه بكريم يحيى ماتش الاهلي مثلا لعب بكريم يحيى وعندك كريم ممدوح ولعب بفوزي الحناوي اللي هو اشول باك رايت في مباريات ولعب بعمار زي النهارده ففكره ان باتشيكو ذاكر الاتحاد كويس جدا ان عارف ان عندهم ازمه في الباك رايت تاني حاجه النهارده اللي عملت مشكله جامده جدا الزمالك ابتدى ميدو كان محمل جامد جدا على ناحيه زيزو لو انت لاحظت وعبد الله جمعه عشان يستغل ان عمار حمدي ما بيلعبش في مكانه ده نقطه بس والله انا شايف هشام ان عمار بيدافع كويس بيدافع حتى المواقف يعني انا بالنسبه لي مفاجاه الحقيقه انا عارف ان كابتن حسام اضطر ان هو يلعبه في الحته زي ما انت بتقول لكن الحقيقه المواقف واحد على واحد كويس التغطيه العكسيه الكره اللي شالها من تحت خط الجون حتى الكرات العرضيه واقف بشكل كويس بس هي شجعت الزمالك لو انت لاحظت انت بتقول الشوط الاولاني هتلاقي 70% من تحميل نادي الزمالك في المباراه ما كانش من ناحيه حازم امام وشيكابالا كانت من ناحيه زيزو وعبد الله